حسام حسن النهارده ان هو ما قالش على الاطلاق جمله مباراه الزمالك في رقبتي، ما قالش الجمله دي على الاطلاق، لكن كالعاده احدى الصحف اللي انتوا عارفينها اقول ايه اليوم السام، ها علشان بقى الناس ما تزعلش مني عشان ما بقاش انا رميت على اي جورنال، اليوم السابع كالعاده بيحط حاجات ما هياش موجوده لمجرد جذب قراء، وهذا امر لا يليق. اليوم السابع ممكن الصحفي بتاعه او المراسل بتاعه في اسكندريه هو اللي اداله الخبر، بس مش اي خبر يدوني صحفي انا اخده كده يعني غميضي واحطه على صفحتي على الاطلاق. اليوم السابع اطلقت الجمله دي وهي جمله تقيله، يعني في جمل لو ناوي تكذب او ناوي تعمل شويه سبايسي زي ما بيقولوا في لغه الاعلام اعمل، بس ايه في حاجات ما تعملش حساسيات. لكن لما تيجي تقول حسام حسن اللي لسه ماشي من نادي الزمالك وراح اتحاد السكندري ويشاء المولى ان اول لقاء له يبقى امام ناديه القديم، تقوم تكتب جمله الماتش ده في رقبتي، يعني جمله تقيله وتحمل معاني كثيره. عشان كده انا بتمنى يعني من الاخوه الصحفيين، وطبعا موافق على كلامي اشكرك وطبعا ما سمعنيش، فخلينا اقول يعني خلينا شويه عندنا امانه صحفيه يا جماعه، لانه مش كل حاجه تيجي في دماغ صحفي يكتبها لمجرد الاثاره. في صحفيين في مصر تخصصوا في الحكايه دي، ومع الاسف في جرايد بتبيع. يعني انا يمكن كنتش مقدر ان انا اتكلم في الحته دي، لكن في بعض الصحف، وانا بتكلم على الجزء الرياضي اللي يهمني، لكن بعض الصحف بتبقى مصره ان هي تخلق مواضيع كاذبه علشان تجذب القارئ فيشتري الجورنال، ومع الوقت اصبح اعتياد عند القارئ ان هو يشتري الجورنال ده، بالرغم ان القارئ لو عنده شويه بس تفكير كده بالراحه او يتفرج ويسمعنا بنقول ايه، انت يهمك تاخد خبر حقيقي ولو يكون ما فيهوش سبايسي قوي، ولا تاخد خبر كاذب وفيه سبايسي؟ اسال نفسك كقارئ. اذا كان اللي يهمك الخبر الحقيقي ابعد عن الكذابين وهم معروفين وجرايدهم معروفه. اما اذا كنت راجل مع الموضوعيه، لا خليك مع الجرايد المعروفه بموضوعيتها وهي معروفه. بس مش هكمل اكتر من هذا الجزء. طيب